نتأمل يوما ما يكون في دولة مظبوطة، يكون في شرعية مظبوطة، يكون في مؤسسات مظبوطة، منكون أول ناس عم نمشي فيهم. ما بدنا نهدم الشرعية لنهدم الشرعية، ما بدنا نهدم المؤسسات لنهدم المؤسسات. بيقدروا يضيعوا وقتهم، قدروا يعملوا الصفقات يلي بدهم إياها، بعد عندهم سنتين بيقدروا ينهبوا هالبلد قد ما بدهم. بالنسبة لنا عنا أدوار أهم بكثير من هيدي، ونحن منخلق شرعية، ونحن منخلق مؤسسات، ونحن منخلق بلد بكل معنى الكلمة.